عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. الحقيقة إحنا عشان عارفين كويس قوي في البرنامج ده إن في كتير جدا من الرياضات يتقال عليها مهضوم حقها إذا ما قورنت بكرة القدم. كالعادة كرة القدم هي معشوقة الجماهير في كل مكان في العالم، في كل دول العالم، هي اللي بتاخد دايما نصيب الأسد في يعني الشريحة الأكبر من الإعلانات ومن الدعم ومن السبونسرشيب إلى آخره. عشان كده إحنا يعني كنا متحمدين على عاتقنا من أول حلقة من حلقات البرنامج ده إن إحنا زي ما بنتكلم عن كرة القدم لازم نتكلم ولازم نلقي الضوء على كل الرياضات المختلفة، ولا سيما ان احنا عندنا ابطال كتير في مجالات رياضية مختلفة وفي العاب مختلفة وبنحب دايما نتكلم عنهم في برنامجنا، وده اللي هنعمله في الفقرة الحوارية الاولى النهاردة، وهنتكلم تحديدا عن منتخب القوس والسهم واخر انجازاته مع الاستاذة ريهام سويلم عضو مجلس ادارة اتحاد القوس والسهم اللي منوراني ومشرفاني في حلقتنا النهاردة. يا صباح الفل عليك. صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الاستاذة ريهام زميلة اذاعية ولكنها كمان يعني ده ما منعكيش عن ان انت تكوني عضو في الاتحاد ويعني طرف رئيسي في الحياة الرياضية. أنا عضو في الاتحاد المصري لقوس والسهم ونائب رئيس الاتحاد العربي كمان لقوس والسهم. أنت كنت بتمارسي الرياضة دي أنت شخصيا؟ لا قوس والسهم لا، أنا مارست رياضات كتير، أنا يعني طايرة وسباحة وكذا حاجة. أوكي. أو تنس يعني كله، لكن القوس والسهم هي جت كده بالمصادفة يعني. أوكي. إن يعني إحنا بنغطي كل الألعاب، أنت عارف إحنا كعامة ما فيش يعني ما شاء الله ما فيش لعبة ما غطيناهاش. أولا بالنسبة لي أنا حتى الأولمبياد الحمد لله كلها غطيناها. وبرضه نعرف الناس الغير مصريين اللي بيتابعونا، إحنا بنتكلم على إذاعة الشباب والرياضة المصرية. الحقيقه دي تاريخ، احنا بنتكلم على تاريخ من قديم الازل وطول عمرها من المحطات الاذاعيه اللي ليها نسبه استماع مهوله وليها نسبه مصداقيه كبيره جدا عند المستمعين. حتى الضيوف اللي بيجوا لنا بيقولوا لنا احنا جايين في بيتنا. أكيد. يعني انا ببقى جاي مرتاح وقاعد معاكم وبعمل انترفيو، لا انا جاي في بيتي، فطبعا ده احساس بيخلي الضيف حتى لا مرتاح. وفكره ماسبيرو بجلاله قدره يعني ده برضه حاجه. المبنى ليه هبه طبعا ان شاء الله، يعني يبقى ليه هبه يظل دايما كده يا رب. ان شاء الله باذن الله يعني. جميل. فالحكايه ما كانتش يعني جت نقدر نقول بالصدفه معاكي؟ لا يعني مش صدفه قوي، بس يعني طالما احنا في المجال الرياضي فبنبقى موجودين في كل لعبه وموجودين مع الناس، فالناس بيبقى ليهم يعني المسؤولين بيبقوا ليهم نظره في اختيار من يتحمل المسؤوليه او ممكن يبقى يسد في المكان ده زي ما بنقول. فيعني دكتور علاء جبر رئيس الاتحاد عرض علينا ان انا اكون موجوده مع التيم الجديد ومجلس الاداره اللي كان ساعتها بقى صحيح بيتكون يعني، فتمام دخلت. هو ليها اتحاد مستقل ولا هي تابعه للاتحاد مثلا العاب القوه؟ لا 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 ملوش علاقه. كيان مستقل؟ لا لا ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه، هي لعبه لوحدها. معلش برضو عشان لا 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 اتحاد مستقل، ان هي لعبه مستقله لوحدها، هي قوس وسهم، هي لعبه قوس وسهم. قوس وسهم. قوس وسهم. فهي لا لا هي لوحدها كده. لا انا اللي سرحت. بس هقول لك حاجه عشان النقطه هي قريبه من حاجات تانية تندرج تحت بند الالعاب القوه. قصدي فده اللي خلاني بس انا لا العاب القوه حاجه تانية خالص. لا اللي هو زي رمي الجله وزي لا هو ممكن أصلي. تبقى لا هقول لك احنا في مصر قوس وسهم ماشي. أوكي. في بعض الدول العربيه بتبقى مع اتحاد الرمايه يعني مثلا يقولوا. أوكي. الجمعيه مثلا هم مش بيسموا اتحاد قوي يعني ساعات هم بيقولوا الجمعيه او بيقولوا ايا كان المسمى بس بما معناه ان هو اتحاد ساعات الرمايه والقوس والسهم بيبقوا ليهم رئيس واحد، رئيس اتحاد واحد في بعض الدول ساعات. نقدر الكويت نقدر نقول ان هي من الرياضات اللي مهضوم حقها جدا جدا والله. طب الوضع ده بيتغير امتى وازاي؟ بيتغير بتحقيق الميداليات وتحقيق النتائج. طب ما انت من قديم الازل عندك رياضات كتيره بتحقق فيها بطولات وحاجات، تبقى وبرده كالعاده برده كره القدم هي اللي واخده. احنا كاعلاميين الغلطانين تفتكر؟ بص الاعلام مش بيحط الالعاب دي كلها اون سبوت الا لما بتعمل حاجه سواء في الاولمبياد بتحقق او بتعمل يعني بتعمل ميداليات وتحقق مركز اول في اي بطوله انت داخلها دوليه سواء افريقيه سواء عربيه سواء في الاولمبياد يعني، فانت بيتحط عليك كده المنظار لما بتعمل حاجه، وبعد كده عشان بس نبقى صراحه لا بتتنسي شويه، وبعد كده بترجع تاني بتدخل بطوله فبتحقق
جوائز وكؤوس ومراكز اولى، فبتحط برضو عليك يعني، بتبقى كده تحت المظله، شاطر كده. فاهم؟ هي القصه طبعا. كده، واحنا ماشيين كده واحنا بنركز في الكوره اكتر. تعالي بقى نتكلم شويه عن الانجاز اللي اتحقق مؤخرا، و27 ميداليه مختلفه في البطوله العربيه، عايزين نعرف منك كواليس هذا الانجاز. بص، هي كانت البطوله في مدينه او جزيره جربه في تونس، جزيره جميله جدا عندهم سياحيه. طبعا. ف يعني البطولة كان هناك، كان 10 دول مشتركة في البطولة دي، الكويت، قطر، الإمارات، طبعا شمال أفريقيا، الجزائر وتونس تونس والمغرب. والسودان وليبيا، كل دول مشتركين، السعودية اعتذرت، ومصر طبعا. احنا كنا رايحين بتيم فول تيم تقريبا، رايحين بفريق سيدات وفريق رجال، وبيبقى فيهم مختلط وفريق. بص، اللعبة دي مكونة من 2، يعني في ريكيرف اللي هو القوس الأولمبي، وكومباوند القوس المركب. اللي بيتلعب في الأولمبياد هو الأولمبي ريكيرف، اوكي. أوكي؟ الكومباوند وايه مش الفرق ما بين الاثنين؟ لا، شكل القوس وطريقة وشكل التارجت، اوكي ويعني بيبقى اوكي الدنيا والتكنيك بتاع مختلف شوية. مختلف شوية. فكان المعتمد هو الأولمبي، القوس الأولمبي. فاحنا كنا رايحين بدوده الاثنين، والحمد لله حققنا ذهب في ده وده، في ما شاء الرجال الله وفي السيدات ما شاء وفي الله. الكومباوند، في الريكيرف، في المختلط، في الفردي، الحمد لله ما فيش لاعب راح ما جابش ذهب. ما شاء الله ما شاء 16 الله. ذهب طب احنا على الصعيد العربي واضح ان بسم الله ما شاء الله. طب عربي عالميا بقى احنا فين؟ وافريقي وافريقي طبعا كمان. طبعا. هايل. احنا من اولى الدول، احنا على طول متصدرين افريقيا، اوكي. عندنا منافسه شديده جدا مع مصر، شمال افريقيا بينافسوا معانا، الجزائر قويه، الجزائر والمغرب وتونس، الثلاثه، اوكي الجزائر وتونس والمغرب يعني اوكي عشان يبقى بالترتيب. طبعا. طبعا في منافسه شديده مع مصر، في كوت ديفوار بقى، افريقيا السمراء، كوت ديفوار بتنافس، تشاد بتنافس. ليه بقول لك بعض الدول دي؟ علشان الاتحاد الدولي عنده سيستم انه ممكن يتبنى لاعب او ينتقي لاعب يجيبه ويقول له انا هاخدك من دلوقتي، هتولاك حتى الاولمبياد، تمام؟ فهيفضل الاتحاد يدرب. الدولي. الاتحاد الدولي، اوكي. الاتحاد الدولي للعبه، فياخد اللاعب ده يقعده في معسكر، بس هيلعب باسم بلده بطبيعه هيلعب الحال. باسم بلده، بس اوكي. هو بس هو هيكون مدعوم. بالظبط كده. جميل. وبيتجهز من قبل الاتحاد الدولي بمعسكرات، بمدربين عالميين، باحتكاك طبعا، بادوات، عشان ده اوكي. مهم جدا، ادوات. فكل ده بيفرق مع اللاعب، ان هو بيبتدي لسه بيكون بوتنشال، او بيكون يعني ايه، هم شايفين ان اللاعب ده ان شاء الله هيعمل حاجه في القادم في الاولمبياد، جميل. ويفضل معاهم لحد الاولمبياد. طيب احنا كنا بنقول من شويه ان في 27 ميداليه اتحققت في البطوله العربيه الاخيره، وحضرتك تفضلتي واشرتي ان تقريبا ما فيش لاعب كان مشارك في البعثه غير لما رجع بميداليه وذهب. فده معناه ان في شغل كبير بيتعمل. ولو بصينا على حجم الدعم اللي موجود في الاتحاد مثلا، هل يتماشى مع الانجاز الكبير اللي اتحقق، ولا عايزه تقول لنا ايه في هذا الاطار؟ هو طبعا، بص طبعا، نظرا للظروف واحنا عارفين كله، لان الاتحادات بتبقى محتاجه دعم كبير، ايوه. وفي بعض الاتحادات بتبقى دعمها يعني اللي بنطلبه بنلاقيه بصراحه. بس هي القصه ان يعني على قد اللي عندك انت بتشتغل، علشان انا لو عندي اكتر من كده هشتغل اكتر من كده، بس انا على قد اللي عندي بشتغل. ف لا، ومش بتشتغلوا بس، ده انتوا بتعملوا انجازات كمان وبتحققوا الحمد بطولات لله، وما شاء لان الله. يعني مع ظروف كمان الولاد اللي بيسافروا، عايزه اقول لك ان هم مش متفرغين، هم طلبه معظمهم، وفي ناس تشتغل طبعا، اوكي لان انا ما عنديش سن يعني، اوكي قوس السهم ملهاش حد ملهاش، لا اقصى لا يعني. ملهاش سن، لكن في منهم طلبه يعني، منهم مثلا اللي بهاء عمرو اللي جاب ذهب فردي الاول ما على شاء الله البطوله، كليه الطب. فانا عايزه اقول لك ما ان شاء هو الله. كان بيدخل الماتش يعني، ساعات في ايام بيبقى ماتشات طول اليوم، بس ايوه. بيبقى في بريك ما بين ماتش وماتش، واخد معاه الكتب في الملعب، وبيدخل الماتش يلعب ويرجع يقعد يذاكر، وبعدين يلا عشان يا بهاء استعد علشان يا عندك، سلام يا سلام وده اللي حصل، يا سلام على يذاكر الجمال. وبعدين يلعب يكسب، وبعدين يذاكر وبعدين يلعب يكسب وبعدين لا، يرجع يذاكر. وبيدرس طب يعني طب طب ما شاء وعنده الله امتحانات، ما شاء الله. ومش عايزه اقول لك هو مضغوط، ومش هو لوحده الكلام ده كده. مهم لكتير من الاهالي اللي بتكون متخوفه، يعني عندهم مشروع بطل مستقبلي، وهم عارفين ان ابنهم او بنتهم دول مشروع بطل او بطله مستقبليين، بس
قلبهم بياكلهم بقى على حتة إيه الدراسة والشهادة هي دي والنوع مشكلة. ده من الأمور اللي يتفوق. ممكن في ناس أهي زي ما سمعنا في ناس تقدر تتفوق رياضيا وكمان أكاديميا ودراسيا، فدي بص حاجة بقى، هايلة. هي مشكلة في دراسيا دي مش قصة الأهالي بس يا كريم، هي قصة الجامعات اللي اللعيبه بتبقى موجوده فيها، وهم ما شاء الله متفوقين. انا بقول لك طب، وفي جامعات تانية عشان ما تبقاش لا اصل ده اعلانات متكرر الاسماء. في رياضات كتير على فكرة. لا، هو ساعات ان الجامعه شويه بتتعنت ان انت ما جيتش الميد تيرم، ما هو عنده بطوله. مش بيبقى في اوكي، تنسيق بقى بين الجامعة ساعات وبين بتبقى الاتحادات؟ في تنسيق وكل حاجه اه وما فيش اي مشاكل، اوكي بس البعض ساعات بيبقى الدنيا عندهم مش فاهمين قوي ان، او مش مستوعبين قوي، لا انت ما جيش امتحان ازاي؟ طب انا عندي بطوله. فانا كلاعب، احنا عالم، احنا السلام الوطني اتعزف 16 مره في هذه البطوله، يعني فاهم يعني ايه 16 مره؟ طبعا. وعايزه اقول لك 16 مره والسلام الوطني اتعزف كاملا. احنا عندنا ساعات بيبقى شورت ما شاء كات الله. اه مثلا، طبعا بيبقى اه طبعا لكن دقيقتين ونص كل مره، ما شاء دقيقتين الله. ونص. عايزه اقول لك ان انتوا هم خدتوا بيحكوا قطعيه لي، حلوه من وقت والله البطوله اصلا، العظيم بيحكوا لي ان حتى اللاعبين اللي هو من الدول التانية على ابتدوا البوديوم، يحفظوا بقى لا الكلام. مش بيبتدوا يحفظوا، هما بيغنوا اوريدي معانا. عايز اقول لك خلاص حاجه بقى. لطيفه جدا، احنا حفظنا الناس كلها السلام جميل، الوطني بتاعنا حقيقه. يا رب دايما منتصرين وناجحين وعالمنا فيعني بيرفرف في طبعا هو العالم. ده اللي احنا عايزينه، بس خلي شويه بالكم من اللعيبه اللي بترفع علم مصر بره او في بطولات بره شويه. موضوع الامتحانات، التاجيل، اه طبعا هم بيبقى ظروف تانية، بيبقى غصب صحيح عنه، ولا ما هو يا يروح ده يا يروح ده، صحيح. فهنعمل ايه؟ خلينا بقى نعرف الاهالي واولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين. احنا حضرتك قلتي ان مفيش لا حد ادنى ولا اقصى في الاعمار، مش كده برضو؟ ايه مش المميز ادنى للمت... قوي، عشان هو الطفل الصغير ممكن نبتدي معاه بقوس كده صغنن. يعني انت لو شفت يعني انتوا الاطفال، اصغر واحد تابع الاتحاد لا في يعني الاتحاد، سبع اصغر سنين لاعب 8 سنين، ما هو شاء بس الله. بيبتدي مثلا 10 سنين، 10 سنين مثلا، اوكي قول 10 بس، في اقل طبعا، في اقل. مظبوط، متخيل بقى شكلهم، هم واقفين على كيوت اللاين جدا طبعا كلهم وقد كده، وماسك طبعا. القوس وبيرمي وبيروح يشوف في التارجت هو عمل ايه. يعني بجد شكلهم مفرح اكيد جدا، تبقى اكيد. انت عايز تقعد تتفرج بس. الرياضه دي عايزه ايه عشان الواحد يتفوق فيها؟ هل مجرد بس النظر الثاقب ولا ليها مفيش نظر ثقب، امال؟ الموضوع انت ممكن انت 70 متر، فاهم ايه 70 متر؟ اه بترمي على 70 متر، اي ف انت ممكن ما تشوفش، انت لازم يبقى جنبك سكوب او منظار علشان تشوف انت السهم جه فين، اوكي او الكوتش بتاعك واقف اوكي ورا عشان يشوف انت ويقول لك اللي جاي انت او انت رميته يمين فوق شمال تحت. اوكي فانت ساعات اللعيبه بترمي وتروح باصه للكوتش ورا، طب لا انا عملت ايه. متطلبات بقى التفوق في بص، الرياضة هي دي بس هي ليها حاجتين، حاجه في منتل، ذهنية؟ حاجه ذهنيه، وحاجه في الماسلز في العضلات. اوكي انت كل ما بترمي، ليك طريقه معينه وستايل معين وانت بترمي، فالماسلز بتاخد الميموري دي او اوكي الذاكره دي، فبتحفظ الوضع انت ده الوضع بتاعك وانت واقف ازاي وستايلك ازاي وانت بترمي. اوكي في نفس الوقت انت بتشغل عقلك وبرضه بتجهزه انت عاوز ايه وبترمي ازاي، فانت منتلي وبالماسلز وفيزيكلي الاثنين كمان. بالظبط، اوكي هما الاثنين. فالموضوع على فكره هي لعبه صعبه جدا وممتعه جدا في نفس الوقت، يعني ممتعه ممتعه. انت فاهم، انت اولا هي فيها حاجه، كل اللعيبه الاول والاخير والثالث والخامس والعاشر كلهم واقفين في لاين واحد، اوكي فانت ممكن تيجي مع اول العالم وهو واقف جنبك ماشي، اي فكله بيلعب في وقت واحد اوكي وكله بيصفي في وقت واحد. بعد كده بتيجي بتبتدي الماتشات، نقطه الصف الواحد ده بيخلي عند اللعيب في احتكاك، ان انا شايف بطل العالم جنبي طبعا او الاول على البطوله بيلعب، شايف ستايله، شايف بيرمي طبعا ازاي. فطبعا الدنيا لطيفه جدا، يعني احتكاك من غير ما تعوز اساسا. صحيح صحيح وبعد كده الماتشات بقى دي اللي محتاجه ثبات انفعالي طبعا كبير جدا، لان انت ممكن زي ما بقول لك في الاول هو لاين واحد، فانت محدش مركز عليك انت بس، هو الناس كلها متشافه. اوكي، طب هتيجي على اللاينز بقى، بعد اللاينز ما يخلص بعد التصفيات هتيجي ماتش انت واللي قدامك، بنلعب الاول بيلعب الاخير، التاني قبل الاخير، انت اوكي كده اوكي فانت لو ما عندكش ثبات انفعالي بجد تعرف تخلص في الماتشات، هي الكلمه دي صح، تخلص في الماتشات، انت ممكن تكون بطل الابطال وجايب سكور عالي جدا في التصفيات الاولى وتيجي في الماتشات تهتز. اه طبعا لو انت اهتزيت خلاص الدنيا مش هتعرف تخلص، يعني ولو خلاص هو عداك ممكن تجيب مثلا 10 10 6، اوكي الستة دي بتوقع. اه طبعا
فاللي جنبك لو ما عندوش ثبات انفعالي واثق من نفسه خلاص، مع 10 10 8 هو كسبك. بتفرق، مش بتفرق كمان بالبوينت، هي بتفرق بمكان السهم في التارجت. اوكي. اللي اقرب لنقطه المنتصف، أوكي. يعني ممكن الاثنين في العشرة، بس مين الاقرب، مين السهم طبعا. الاقرب في النقطه، طبعا. فمحتاجه تركيز رهيب. طيب فكره المعسكرات هل هي موجوده عندكم في طبعا الاتحاد؟ طبعا. هل بتصفروا اللعيبه يحتكوا، على ذكر الاحتكاك يعني، بلعيبه عالميين، او بتجلبوا مثلا، بتعملوا مباريات مثلا وديه، يعني بتمشوا الملف ده لا، في اي سكه؟ في معسكرات، هي ممكن لو في بطوله ممكن نروح قبليها شويه نعسكر، مثلا نعمل معسكر وبعد كده ناخد نلعب البطوله. ممكن يعني، هي بس هي مشكله المعسكرات قوي دي عشان الامكانيات الماديه، أكيد هي مكلفه جدا جدا، وتذاكر السفر هتبقى مكلفه طبعا، بالنسبه لنا، والقعده والاقامه والكلام ده كله. صحيح. فاحنا بنستغل البطولات، احنا عندنا بطولات كتير الحمد لله يعني، فاللي بنقدر ان احنا يعني ننضم ليه ونسافر البطوله بتبقى بالنسبه لهم احتكاك حلو جدا. موضوع ان هم الناس تيجي هنا ده كان من مده كبيره جدا، كان عندنا سنتر بس خلاص هو مبقاش موجود، فبيبقى صعب ان حد يجي لك، أوكي. لان دخول الاقواس وخروج الاقواس مشكله كبيره أمنيا بقى في جدا المطارات، امنيا، وطبعا لازم تاخد تصريح ما طبعا ينفعش يعني، موضوع مش سهل ان انت تطلع تروح في حته وترجع تروح في حته، او حد يجي لك طبعا تستقبله، ده بيبقى صعب شويه، فده مصعب الموضوع شويه. لكن البطولات فرقت، وبعدين الفوز بيجيب فوز، والفوز بيجيب ثقه. فاحنا كنا لسه من شهر بالظبط في السليمانيه وطلعنا اول البطوله برضو، وجبنا جميل ما شاء الله ذهبيات كلهم ما شاء ما الله شاء برضو، الله. بس كانت اندور. اوكي. فاندور بالنسبه للعيبه اولمبيه بتلعب على 70 متر، فجاه بتلعب على 18 متر، طبعا انت ممكن تقول ده ايه ده سهل جدا، انا برمي على 70، طب انا برمي على 18، خالص اصعب بكتير، صعب أصعب في إيه؟ صعب، انت متعود، ما انا ده قلت لك أنت كده في شايف الماسلز، أكتر. ما هو انت خد جسمك واخد على طريقه معينه، على رمي معينه، على طبعًا، مسافه على معينه، مسافة معينة. بعد كده انت بترمي ايه ده 18 ده اهو، يعني زي أيوه صح. انا قدامي السهم علشان ارميه صاله مغطاه، أوكي. غير ما بتلعب في ملعب كوره. أنتوا بالمناسبة بتستعدوا للبطولات إيه الفترة الجاية؟ و عندنا ان شاء الله في 7 او في اخر 6 يعني، عندنا برلين، دي كاس عالم، مرحله من مراحل كاس العالم، دي لازم نشترك فيها طبعا. اللي فاتوا كانوا عربيه، بطوله ايوه. عربيه، اللي جاي كاس عالم علشان التاهيل للاولمبياد، فعندنا هي برلين. الرياضه دي موجوده في الدورات الاولمبيه. ما انا بقول لك الريكيرف، عندنا اوكي القوس الاولمبي هو ده تمام. اللي بيلعب في ده، اوكي فعندنا برلين، المفروض ان احنا نشترك في المرحله دي ومسافرين ان شاء الله باذن الله رجال وسيدات. اوكي وبعد كده عندنا البطوله المؤهله للاولمبياد في تونس افريقيه، اوكي ودي اللي هو من اول برلين اللي هيجيب الرقم المؤهل هيبقى خدنا مكانه، مصر ليها كوتا 2 اوكي ولد وبنت، مهما عندي 20 لاعب جابوا الرقم اوكي هم مكاننا بس ولد وبنت، اوكي واللي بيتأهل من افريقيا دولتين فقط، منافسة فشراسه جديدة طبعا. جدا جدا، بس الحمد لله احنا كل مره بنتأهل الحمد لله يعني. اوكي لكن يعني احنا جبنا الرقم على فكره في البطوله دي، ولاد اوكي وبنات يعني، يوسف تربه جاب 644 ما شاء الله عليه، وندى عزام جابت 605، بس هي القصه ان لم يسجل، لان دي مش طب مؤهل يعني، مش دي مش محسوبة معتمده، كبطولة دي ما مؤهلة اتحسبتش للدورات من الأولمبية. اول برلين وبعدين تونس الافريقيه، وبعد كده الكالندر الجديده بقى في 2024 حتى شهر 7، احنا هنفضل نشترك في بطولات كتيره لحد شهر 7 علشان ان شاء الله ان شاء الله نجيب الرقم المؤهل عشان نسافر الاولمبياد. الرياضة دي من الرياضات اللي فيها احتراف؟ لو عايز تسافر تروح تلعب باسم حد، بس بتبقى مش هتقدر رغبة شخصية، مش تروح بقى العب في يعني هي بتمارس في الأندية بنطاق كبير، بنطاق واسع. بتمارس في الأندية بس مش في كل الأندية، لأن ليها مواصفات معينة، الملعب ليه مواصفات معينة، أكيد. ملعب كورة أولا، ملعب كورة ماشي، فلازم تبقى عندك ملعب كورة. ثانيا وده الأهم، مؤمن. يعني طبعا ايه مؤمن؟ لان انت بترمي السهم على التارجت، السهم ده ما ينفعش يعدي بره التارجت، يكون في حد يعني وانت بترمي ما ينفعش يكون في حد ورا التارجت معدي، اوكي فلازم في ظهر التارجتس كلها او الاهداف كلها مقفله، فلازم يكون يعني ما ينفعش ملعب في النص في الوسط ويكون حواليه ملاعب تانية،
لا لازم الملعب يكون يعني ليه مواصفات معينه. طبعا. فطبعا مش اي نادي يقدر يعني يلعب، ومش اي حد يعني، ما هو لازم برضو يكون. طب الانديه الابرز في الرياضه دي؟ عندنا وادي دجله، عندنا الصيد. الصيد طبعا اكبر بطبيعه الحال يعني. الصيد، لان ده معظم المنتخب منه، طبعا لعيبه المنتخب منه يعني، ده قوام المنتخب من الصيد. وادي دجله، الشمس، المؤسسه العسكريه فيها ثلاث انديه ما شاء الله، الشرطه، عندنا ما شاء الله يعني، احنا عندنا انديه كتيره جدا جدا بتلعب. ف لانه بيبقى عندهم نفس اللي احنا قلناه، ملاعب ومواصفات، وده بيبقى شيء كويس يعني. وان شاء الله هنفتح لسه في اماكن كثيره طيب، جدا يعني. فيما يتعلق بقى بملف صناعه البطل، واكيد انت بحكم يعني وجودك في الحياه الرياضيه وانتمائك للاتحاد، انت اكيد لمسه واخده بالك ان بقى في توجه عام لصناعه البطل، أكيد صناعه ابطال مستقبليين، وده معناه بطبيعه الحال دعم وتسديل العقبات قدام اي مشكله تخص قطاع الناشئين. فعلى صعيد الرياضه دي ايه اللي حاصل في هذا الاطار؟ طبعا احنا يعني قلت لك احنا عندنا منتخبنا، منتخب الرجال والسيدات، ده ألف. عندنا منتخب ب بقى، اوكي، المدير الفني بيبقى، احنا بنعمل بطولات كل شهر تقريبا او شهر ونص. احنا مش عندنا بطوله الجمهوريه ونص، يعني عندنا بطوله السهم الذهبي والسهم الفضي والسهم دي الماسي مسميات وكده. البطولات. عندنا البطوله اللي جايه اوكي، السهم الماسي الجمعه الجايه والسبت. ف المديرين الفنيين بينتقوا من هذه البطوله، ان هي بطوله كل السنين يعني، بقول لك بنبتدي من الاطفال وحتى العمومي اللي هم بقى ايه، بس بيلعبوا طبعا بانديتهم يعني طبعا. بعيد عن المنتخب. فانت بتنتقي من هذه البطوله بشكل الولد اللي هو بتحس ان هو بوتنشال، ان هو عنده ان شاء الله ممكن يعمل حاجه، السكور بتاعه يبقى فارق عن كل زمايله، ماسكته للسهم، الستايله كده. ف عاملين منتخب به ان شاء الله، وبنحاول ندخلهم يحتكوا بمنتخب مصر. منتخب مصر بيتدرب ديلي، وكل شويه بتعمل سلكشن للمنتخب، يعني سلكشن هو بيلعبوا كلهم مع بعض، مع بعض، وتنافس شوف مين اللي جاب السكور الاعلى. الاعلى طب بالظبط. فبنلعبهم معاهم بحيث ان هو يعني يبقى هو ولاعب منتخب مصر معاه يحتك بيه وياخد خبرات اكتر. فلا احنا الحمد لله ماشيين في خط موازي مع زي بعض الفل يعني ان زي شاء الفل. الله ان شاء الله القعده اللي جايه، اللقاء اللي جاي بينا ان شاء الله ان شاء الله نناقش فيه بقى وقتها، ونتكلم عن النجاحات اللي انتوا هتحققوها الفتره اللي جايه ان شاء الله. يا رب ان شاء انا الله. بشكرك جزيل الشكر، نورتيني وشرفتيني، وبتمنى لك كل توفيق. ميرسي جدا، وكنت سعيده ان انا كنت معاك. ربنا يخليك. ميرسي شكرا جدا. جزيلا. طيب يا حضرات، احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.